إبراهيم الشابي رئيس المركز الوطني للإعلام حقوق الإنسان. نعتقد أن هذه المائدة المستديرة التي ينظمها كل من المركز الوطني للإعلام حقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطن حقوق الإنسان فرع الرباط وجريدة البوكلاج ستساهم، نتمنى أن تساهم إن شاء الله في تخليق الحياة العامة بمناقشة بعض المصطلحات التي تثير نقاشات كثيرة، سواء التضامن بين الصحفيين أو أيضا مسألة ظاهرة التشهير التي كثرت بين الصحفيين. نقاشات كثيرة أثارت ردود فعل قوية من طرف الصحفيين المغاربة وحتى من طرف الصحفيين الأجانب لما يمكن أن تقوم به هذه الظاهرة من تشتيت الأعمال المجهودات التي تقوم بها الدولة فيما يخص التطوير وتنمية وتقوية مجال الإعلام والاتصال. نتمنى أن تساهم هذه النظم المستديرة في تخليق الحياة العامة. نحن كحقوقيين وكإعلاميين مدنيين نساهم من جانبنا في هذا التخليق، نحن لسنا طرفا ولسنا لا مع ولا ضد، ولكن سنساهم في فتح هذا النقاش مع زملاء لنا من أجل أن نتجاوز هذه العقبات التي تثير نقاشات كثيرة والتي أصبحت ظاهرة متفشية بشكل كبير جدا على المستوى المغربي. الصحافة المغربية بخير؟ أعتقد أن لا يمكن أن أقول أن الصحافة المغربية بخير، هناك اختلالات، هناك نواقص، ولكن هناك إنجازات يجب أن نسجلها. بطبيعة الحال أن المغرب شهد منذ في العقدين الأخيرين تطورات كبيرة، ولكن ما نشاهده اليوم وما يجري أمامنا الآن ربما قد يثير نقاشات على مستوى الصحافة، خاصة الصحافة الرقمية التي تثير مجموعة من الأسئلة ومجموعة من الإشكالات الكبيرة جدا. ولذلك تأتي هذه المائدة مستديرة من أجل أن نحاول أن نساهم نحن أولا كإعلاميين وكحقوقيين أن نتجاوز هذه العقبات وهذه الاختلالات. أعتقد بالنسبة لنا نحن كحقوقيين للخطوات المعروفة، أولا إحنا الخطوات ديالنا سواء في المركز الوطني للإعلام حقوق الإنسان وأيضا حتى في الرابطة المغربية للمواطن حقوق الإنسان، أن إثارة هذا النقاش من خلال الندوات ومن خلال المراسلات سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ومن أجل أن نؤسس لصحافة نزيهة مستقلة عن كل الجهات التي يمكن أن تؤثر عليها. إبراهيم الأشهاب رئيس فرع الإقليمي للرابطة المغربية والمواطن حقوق الإنسان الرباط صغيرة تمارة. فيما يخص موضوع هذه الندوة أو اللقاء الصحفي، هو موضوع خاص يخص بالتشهير خصوصا ما يتعلق بالجانب الحقوقي. أنا سوف أتناول المسألة من زاوية أساسية وهي ما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي ولا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وخصوصا المادة 19 منه، لأن الأصل هو حرية التعبير، والتشهير هو في واقع الأمر مسألة غاية في الصعوبة لإثبات التشهير، لأن عادة الانتقادات الشديدة التي توجهها الصحافة وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، هذه الانتقادات الشديدة للسياسات العمومية وللمسؤولين العموميين على وجه الخصوص قد تعتبر في جانب من الجوانب تشهيرا، ولكن بالنسبة للثقافة الحقوقية لا ترى فيها تشهيرا بالوجه الصحيح وإنما ترى فيها انتقادا. لهذا نحن سوف نطرح هذه المسألة لكي لا يتم متابعة الصحفيين بمسألة ديال التشهير، خصوصا أن أغلب المنظمات الدولية وحتى الإقليمية تسعى إلى وضع مسألة ديال التشهير في القانون المدني، لأنها تعتبر بأن القانون المدني هو كافي دون الذهاب إلى القانون الجنائي الذي تعمل به الكثير من الدول. يفترض أن تكون لقاءات ودورات تكوينية، ولكن للأسف الذي يقدم هذه الدورات أو يقترحها قد تقترحها هيئات صحفية من نقابة وما إلى ذلك أو منظمات حقوقية، ولكن تحتاج إلى الدعم، والدعم من خلال مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الإنسان لا سيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المندوبية السامية لحقوق الإنسان، مؤسسات الوسيط وغيرها من المؤسسات التي تتوفر على وسائل لوجستيكية أساسية وتتوفر على موارد مالية مهمة. أنا أرى أن البرامج التي تطرحها خصوصا المندوبية السامية لحقوق الإنسان
يفترض أن تطرح من بين البرامج أو من بين المقترحات التي تكون هي عبارة عن شراكة ما بين هذه المندوبية والمجتمع الحقوقي من خلال الجمعيات سواء وطنية أو محلية، أن تكون هذه في مشاريعهم. أما بالنسبة للجمعيات الحقوقية، نحن والدليل على ذلك أن هذا عمل فردي قامت به جريدة لوبوكلاج وطرحت عنا المسألة، وبكل رحابة صدر نريد أن نناقش هذا الموضوع للمزيد من توضيح علاقة شير وأثره على الجسم الصحفي بشكل عام. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى برتجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.